الجاية. حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم إلى حلقة جديدة بموضوعية. بهدف تحسين كفاءة سلسلة إمداد المياه من استخراجها وإنتاجها من أي مصدر ونقلها مع توزيعها إلى جميع الاستخدامات بالشكل الأمثل في كل من الأغراض الحضرية والزراعية والصناعية المتوافقة مع طموحات رؤية 2030، أطلقت المملكة أعمال المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه الذي يعمل على إقرار القواعد والاشتراطات المتعلقة بترخيص مقدمي خدمات كفاءة وترشيد استهلاك المياه وإصدار وتجديد التراخيص أيضا. نتعرف الليلة على الدور الذي يقوم به المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه مائي ونحاور المهندس فهاد الدوسري الرئيس التنفيذي للمركز. فأهلا بك معنا مهندس فهاد وشكرا على وجودك الليلة معنا. اهلا وسهلا فيكم وارحب فيك اخت ميساء وارحب في الساده المشاهدين والمشاهدات، واتمنى ان نضيف في هذا البرنامج ما فيه الفائده في مجال الكفاءه والترشيد لجميع المهتمين والمتابعين. نعم، المركز يعتبر حديث نوعيا يعني من عام 2021 وتحديدا بفبراير مهندس فهد تم اطلاقه. ما هي الحاجة والضرورة التي أدت إلى إنشاء هذا المركز الذي يعنى بكفاءة وترشيد المياه؟ بداية لعلي أبدأ من التحديات التي تواجه العالم فيما يخص المياه، وبالتالي الكفاءة والترشيد في المياه تعتبر أمر في غاية الأهمية لمواجهة مثل هذه التحديات. نحن في الشرق الأوسط يمكن من المناطق التي تتعرض أو الإجهاد المائي فيها مرتفع بشكل كبير، إضافة إلى ذلك تشكل عدد من التحديات مثل شح الموارد الطبيعية في المملكة وكذلك تنامي الطلب المتزايد على المياه وارتفاع تكاليف سلاسل الإمداد تعتبر من التحديات التي عملت حكومة المملكة العربية السعودية على مواجهتها والتخفيف من آثارها بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. حظي قطاع المياه دعم كبير في شتى المجالات، في مشاريع البنية التحتية، في مشاريع الانتاج والنقل والتوزيع وغيرها من المشاريع ذات العلاقة بقطاع المياه، كما أقرت واعتمدت المملكة لمواجهة مثل هذه التحديات عدد من الاستراتيجيات والتنظيمات ذات العلاقة، لعلي أذكر منها الاستراتيجية الوطنية للمياه التي أنشئت في عام 2018 وكذلك الاستراتيجية الوطنية للزراعة ونظام المياه ولائحة التنفيذية في العام 2020. كل هذه الأنظمة تشرف عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة وتتابع تنفيذها والتحقق من تحقيقها للمستهدفات التي أنشئت من أجلها. في العام كما ذكرت في العام بداية العام 2021 أنشئ المركز ككيان حكومي مطلوب منه أو الدور الذي يلعبه ضمن جهود الدولة رعاها الله في مواجهة تحديات المياه. المركز يلعب دور هام في الإسهام في رفع كفاءة وترشيد المياه وتوحيد جهود الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال لتحقيق الاستدامة المائية وتحقيق رؤية المملكة 2030. طب ما المهام الرئيسية مهندس فهد؟ يعني احنا لا نتحدث فقط عن عملية ترشيد اليوم يقوم بها المركز يعني بالنسبة للمياه، وهل المهام اليوم عم تتداخل مع مهام جهات حكومية أخرى فيما يخص عملية تنفيذ الأهداف المرجوة من إنشاء المركز؟ مهام المركز في قرار الإنشاء أو تنظيم المركز أنيط المركز 22 مهمة تتنوع في تقريبا 6 محاور، منها إصدار التشريعات والتنظيمات الخاصة
مجال أو الكفاءة والترشيد بشكل محدد، الحملات إطلاق الحملات التوعوية وهذا يعتبر محور مهم في الكفاءة والترشيد، عقد الشراكات والتعاون، دعم التقنيات والاستثمار ودعم الابتكار وعدة محاور أخرى. المركز يعمل في ضمن منظومة، هذه المنظومة فيها مكونات قد يكون في المكونات أو في مكونات المنظومة جهات لها علاقة بالمياه وبترشيد المياه مثل وكالة الزراعة ووكالة المياه وكذلك المؤسسة العامة للري وشركة المياه وعدة جهات. حرص المركز كل الحرص عند إنشاء الاستراتيجية ألا يكون هناك تعارض في الأدوار والمسؤوليات، فبالتالي حرص على الاجتماعات المكثفة ولقاء المسؤولين والعودة إلى تنظيمات هذه الجهات واستراتيجياتها ليكون العمل معهم تكاملي، ويكون دور المركز هو تمكين هذه الجهات من تنفيذ المبادرات ذات العلاقة بالكفاءة والترشيد. فبالتالي لا يوجد أي تعارض في هذه بين أدوار المركز والأدوار الموجودة لهذه المكونات سواء في منظومة المياه أو المنظومات الداعمة لها. طيب أنت بدأت لي بالتحديات مهندس فهد، لكن إحنا عارفين اليوم أنه حجم استهلاك الفرد في السعودية من المياه هو الأعلى تقريبا حتى على مستوى العالم. اليوم ما الدور يعني الذي يترابط فيه المركز لترشيد المياه وأيضا لخفض هذه النسبة من الاستهلاك؟ حجم الاستهلاك في المملكة كأي استهلاك في دول العالم أنا لا أعتبر حجم استهلاك كبير جدا، لكن يوجد استهلاك. النمو السكاني، معدل النمو السكاني في المملكة يعتبر من أكبر المعدلات قياسا أو مقارنة بدول 20. هذا العامل مؤثر على الطلب المتزايد في المياه. المعدل المسجل لاستهلاك الفرد لجميع الاستخدامات في القطاع الحضري أو في جميع الاستخدامات يصل إلى 278 لتر للفرد في اليوم. تعمل جميع الجهات في منظومة المياه في المركز الوطني على وضع مبادرات تساهم وتؤدي إلى خفض هذا الاستهلاك. في عام 2030 تستهدف الاستراتيجية الوطنية للمياه خفض هذا الاستهلاك إلى 250 لتر للفرد، وهو من المؤشرات المهمة لتابعها الاستراتيجية الوطنية للمياه. نعم. طيب بخصوص التحديات والمخاطر أيضا اللي عم بتواجه الترشيد، يعني اليوم ما هي استراتيجيتكم للترشيد مهندس فهد؟ إيش هي التحديات التي يمكن أن لا تصل إلى مستهدفاتكم؟ وما هي الأرقام المرجوة يعني ضمن المركز لعملية الترشيد؟ لعلي أعود للتحديات. التحدي الذي يواجه المركز بشكل عام في تطبيق متطلبات الكفاءة والترشيد هو المحافظة على التوازن ما بين تطبيق متطلبات الكفاءة والترشيد وما بين متطلبات التنمية في القطاعات المستهدفة أو المستخدمة للمياه. يجب علينا الاستمرار في التنمية، ويجب في نفس الوقت المحافظة على الاستخدام الأمثل للمياه من خلال المبادرات التي سواء تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للمياه أو المبادرات التي سيطلقها المركز في مختلف القطاعات. هذا يعتبر من أكبر التحديات. في تحدي آخر يختص برفع مستوى التوعية في سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الكيانات في مختلف القطاعات للتعريف واستشعار المسؤولية في ما يخص أهمية المياه واستخدامها الاستخدام الأمثل وبالشكل الصحيح وبالطريقة الصحيحة وفي مكانها الصحيح. طيب لما عم نتحدث عن مبادرات، ما هي نوعية المبادرات اللي عم يطلقها المركز اليوم، وهل باشرتم فيها مباشرة اليوم مهندس فهد؟
المركز وضع استراتيجية، حاول بقدر أو بجهد أو بذل فيها جهد كبير حتى تكون هذه الاستراتيجية متقنة، استقطب أحد الخبرات الاستشارية و يعني نتج عن هذه الاستراتيجية أهداف استراتيجية وبرامج وتقريبا 49 مبادرة، منها 25 مبادرة يلتزم المركز البدء في تنفيذها خلال بدءا من العام 2023 حتى العام 2027. بعض هذه المبادرات قد بدأنا فيها مثل ترشيد الاستهلاك في القطاع الحكومي مدته 3 سنوات، سيستمر معنا إلى 2 سنتين قادمة. هذا المشروع يستهدف الترشيد الاستهلاك في 36 منشأة حكومية، ونستهدف الأعلى استهلاكا في هذه الجهات والتي نرى أن فيها فرصة لترشيد الاستهلاك وتخفيض الاستهلاك إلى الاستهلاكات المعقولة حسب متطلبات هذه المباني والمنشآت. باقي المبادرات الـ 49 مقسمة على عدة محاور، محور خاص بالمركز وهي 25 مبادرة يتولى المركز تنفيذها بشكل مباشر في مختلف القطاعات، القطاع الحضري والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي. في 10 مبادرات تنفذها جهات موجودة في قطاع المياه أو في القطاعات الداعمة أو المستخدمة للمياه خارج القطاع، يتولى المركز متابعتها مع هذه الجهات، عليها مؤشرات بعضها قد بدأ وبعضها تحت الدراسة. دور المركز في الجانب هذا حتى لا يكون فيه تقاطع أو ازدواجية أدوار هو المتابعة مع هذه الجهات للتأكد من تنفيذها بالشكل الصحيح ومتابعة مؤشراتها. 14 مبادرة متعلقة بكيان المركز وتنظيمه ونموذج التشغيلي واللوائح وضمان بيئة عمل ممكنة لاستقطاب الكفاءات والخبراء في مجال الكفاءة والترشيد لتحقيق مثل هذه المبادرات. أرجو أن تبقى معنا مهندس فهد الدوسري، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه. سنتحدث أيضا عن حجم التسريبات التي تحدث في طبعا المنازل وكذلك الجهات الحكومية أو الخاصة ودور المركز فيها بعد فاصل قصير. برنامج برعاية هذا البرنامج برعاية أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نحاور الليلة المهندس فهد الدوسري، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه مائي. أحييك من جديد مهندس فهد. كنا عم نتحدث عن حجم الاستهلاك بالجزء الأول، لكن أنتم تعملون أيضا على مراقبة حجم الاستهلاك لعدة قطاعات ومنها القطاع الزراعي والصناعي كذلك. لو تعطينا فكرة يعني قديش اليوم عم بيوصل مع هذا التوسع اللي عم تشهده المملكة بالقطاع الصناعي وأيضا الزراعي حجم الاستهلاك لكلا القطاعين؟ حياكم الله مرة أخرى. بالنسبة لحجم الاستهلاك في مختلف القطاعات، آخر إحصائية في العام 2021 يشكل استهلاك القطاع الزراعي هو الأضخم تقريبا ويشكل ما نسبته 68% بمعدل 11 مليار تقريبا 11 مليار و400 متر مكعب في العام. الاستهلاك السكني يشكل تقريبا 21%. طبعا الاستهلاك السكني موزع ما بين الاستهلاك الحضري 21%، موزع ما بين السكني والتجاري والحكومي.
بالقيمة أو بالكمية يبلغ 3 مليار وأكثر من 550 مليون متر مكعب في السنة. فيما يخص الاستهلاك الصناعي يشكل 11% من إجمالي الاستهلاك، يتراوح بين 1000 مليار و600 إلى مليار و800 تقريبا حسب آخر إحصائية في متر مكعب في العام. فيما يخص الاستهلاك الحضري وهو ما يتم التركيز عليه حاليا، ينقسم إلى عدة أقسام أو عدة مستهلكين. نبدأ بالقطاع السكني وهو الأكثر استهلاكا في القطاع الحضري، يتجاوز 60% من إجمالي الاستهلاك في القطاع الحضري. فيما يخص الاستهلاك الحكومي يشكل 6%، ما يقارب فوق 200 مليون متر مكعب في العام. الاستهلاك التجاري يشكل تقريبا 3% بمعدل 122 تقريبا مليون في العام. هذه هي الأرقام التي أستطيع المشاركة فيها فيما يخص توزيع الاستهلاكات بين مختلف القطاعات. مقابل هذا الاستهلاك قد ايه عم بيكون في عملية تسريب أو حصر يعني مؤشرات التسريبات مهندس فهاد اليوم، سواء من المنازل أو حتى من الجهات الحكومية أو الخاصة؟ هل في مؤشر واضح يقيس هذا التسرب؟ فيما يخص التسربات في المباني، لا يوجد حاليا التسربات في المباني ما بعد العداد، هي مسؤولية الجهات سواء كيانات أو أفراد. يعمل المركز على، لا يوجد رقم لها، لا أستطيع أن أحدد رقم محدد لأنه لا يوجد إحصائيات لها، لكن مطلوب من المركز أو دور المركز الرئيسي في هذا المجال. المركز معني بالعمل على الحد من هذه التسربات من خلال عدة مبادرات ومحاور. أطلقنا في الأسبوعين الماضية تطبيق كشف ومنصة كشف. هذا التطبيق وهذه المنصة هي تربط ما بين العميل في القطاع السكني ومجموعة من المؤسسات المؤهلة من قبل المركز على تأهيل أولي أو مرحلة أولى. هذا التأهيل تم مسبقا من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة في مرحلة أولى قبل إنشاء المركز، بحيث يتم حصر الجهات العاملة أو الجهات الموجودة في كشف التسربات على أن يتم تطوير هذا التأهيل من خلال لائحة التراخيص لمقدمي خدمات الكشف. في مبادرات أخرى لمواجهة مثل هذه التسربات، يعمل مركز على تطوير متطلبات الكفاءة والترشيد في المباني في كود البناء السعودي. كذلك ينفذ المركز حاليا مشروع الترشيد الحكومي، والترشيد الحكومي هو مشروع تم إطلاقه في تقريبا في نهاية شهر فبراير من العام الحالي. نعم. يهدف هذا المشروع إلى استهداف الجهات الأعلى استهلاكا في الجهات الحكومية، ودراستها وتحديد الوفر الممكن تنفيذه أو تخفيضه في هذه الجهات. نستهدف 36 جهة حكومية. المشروع يمتد لمدة 3 سنوات بمعدل 12 جهة خلال كل سنة. طيب أعود لموضوع التراخيص. الآن أنتم عم تعملوا على اللائحة كاملة بالنسبة لمنح الشركات لتقديم ربما خدماتها في ما يخص الترشيد مهندس فهد، إيش الشروط اليوم وقديه عم بيمثل القطاع الخاص جزء من تقديم هذه الخدمات اليوم بالنسبة للترشيد؟ أنا ذكرت سابقا في إجابة على واحد من المحاور فيما يخص الترخيص لمقدمي خدمات الكفاءة والترشيد، ذكرت أن احنا أطلقنا برنامج تطبيق كشف ومنصة كشف كمرحلة أولى لمعالجة التسربات، وتمر هذه المنصة بعملية تأهيل أولي كانت سابقا مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لحصر السوق، وهذا ما يعمل فيه حاليا.
ضمن استراتيجية المركز فيما يخص الكفاءة والترشيد إطلاق لائحة للتراخيص للترخيص لمقدمي خدمات الكفاءة والترشيد في جميع المجالات. أنهينا المسودة الأولى من اللائحة، الآن اللائحة موجودة على منصة استطلاع لحصر الملاحظات من الخبراء والمهتمين في هذا المجال. مزمع أن تطلق هذه اللائحة في بداية العام القادم في الربع الأول. اللائحة تشمل تقريبا 7 تراخيص، الجزء الأول يخص الأفراد ويستهدف الحصول على مدققين أفراد في مجال أو في القطاع الحضري ومدققين مياه في القطاع الزراعي. أما باقي الرخص فهي للشركات والقطاع الخاص والمؤسسات، وتستهدف 3 منها تدقيق مياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية، ورخصتين للتصميم وتنفيذ الحلول في المجالين الزراعي والصناعي. نعم، قد ايه متوقعين حتى بداية العام انه يعني يتم منح رخص في هذا المجال مهندس فهد؟ يعني انت عم تتحدث عن 7 تراخيص، قد ايه متوقعين جذب تراخيص خلال بداية اطلاق اللائحة؟ قبل اطلاق اللائحة، لعلي اعيد معلومة للتصحيح، 5 تراخيص التي ذكرتها 3 تراخيص تخص المدققين للشركات والقطاع الخاص، الرخصتين الأخيرة لتصميم الحلول وتصميم الشبكات والحلول وتنفيذها على أرض الواقع، يمكن في القطاعين الحضري والزراعي. فيما يخص التطبيق طبعا يتم أول شيء الآن اللائحة على منصة الاستطلاع، يعني خلال الأسبوعين القادمة سوف يتم مراجعة اللائحة والملاحظات التي وردت على اللائحة من خلال سواء المنظومات في المختصة في منظومة المياه أو من المختصين بشكل عام ممن اطلعوا على اللائحة. طريقة التنفيذ أول شيء تعرض على مجلس الإدارة يتم اعتمادها، ثم توضع خطة عمل لتنفيذ هذه اللائحة. طبعا راح يكون فيه مهلة للتصحيح، سوف نتفق مع الجهة المشرفة على اللائحة على المدة المناسبة لتصحيح الأوضاع بالنسبة للشركات والمؤسسات. طيب، راح يكون في دور لهيئة المواصفات والمقاييس يمكن قبل منح هذه الرخص للوقوف على جودة الخدمات التي ستقدم من الشركات مهندس فهد؟ الهيئة المواصفات والمقاييس معنية بشكل أساسي تقريبا مع بالمواد والأدوات الصحية المرشدة وبالأكسسوارات أو منظمات تدفقات المياه، ببطاقة الكفاءة في هذا المجال، في اختبار الأدوات الصحية، في تساهم ممكن في المراقبة على التنفيذ أو المطابقة في الأسواق لهذه لمتطلبات أو معايير ومواصفات هذه الأدوات. يمكن هذا هو الاختصاص الهيئة في مجال الكفاءة والترشيد. نحن في المركز نعمل جنبا إلى جنب، ونعتبر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من الشركاء الأساسيين لتداخلهم معنا في كثير من المبادرات سواء في القطاع الحضري أو في القطاع الزراعي. طيب، أنتم مؤخرا عقدتم اتفاقية تقديم خدمات استشارية مع بوز ألين هاملتون، اليوم ما أهمية هذه الشراكة مهندس فهد؟ قد ايه حجم العقد، وهل ممكن نشوف شراكات مشابهة مع شركات عالمية يمكن للوصول للمستهدفات بالنسبة للمركز واستراتيجيته؟ أولا بالنسبة للعقد الشراكات وعقدها من المهام الرئيسية للمركز. المركز مناطبة في المسؤوليات التي صدرت في تنظيمه أن يعمل على عقد شراكات للحصول على أفضل الممارسات العالمية سواء في عالميا أو محليا في مجال كفاءة وترشيد المياه. لابد من عقد هذه الشراكات لتطوير خدمات الكفاءة والترشيد وللاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال الكفاءة والترشيد. فيما يخص المشروع
الاستراتيجية وإنشائها، حاولنا في مرحلة التأسيس استقطاب أو العمل مع جهة استشارية لها تملك الخبرة والكفاءة في صنع الاستراتيجيات. طرحنا عقد وتم التعاقد مع شركة بوزيلن هاملتون، شكلنا فريق عمل من منسوبي المركز للإشراف على هذا المشروع. تم العمل، حجم العمل تقريبا مقسم إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي قياس الثغرات أو عمل تقييم للوضع الحالي، نتج عن المرحلة الأولى الاستراتيجية وإطارها العام، والذي يشمل الأهداف الاستراتيجية والرؤية والرسالة والبرامج و 49 مبادرة انبثقت من 9 برامج. كذلك في المرحلة الثانية تم العمل على تنفيذ أو تحديد النموذج التشغيلي للمركز بما يشمل يشملهم من هيكل تنظيمي وحوكمة ولوائح لها علاقة بتنفيذ الاستراتيجية، بما يضمن تنفيذ الاستراتيجية بشكل صحيح وبشكل فعال. ستنتقل المرحلة الثالثة في الفترة القادمة، وهي تعتبر المرحلة الحرجة والحساسة بالنسبة لنا، لأنها تعتبر مرحلة التنفيذ لما تم عمله في المرحلة الأولى والثانية والتأكد من نجاح ما تم اختياره من قوالب وأهداف وبرامج خلال الفترة القادمة. نشكرك المهندس فهد الدوسري الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه مائي، كنت معنا الليلة بموضوعية. حياكم الله، شكرا لكم جزيلا. إذن كانت هذه حلقتنا الليلة مشاهدينا حول المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه. لقاؤنا يتجدد بكم في الأسبوع المقبل وحديث جديد من المملكة العربية السعودية. دمتم بألف خير، إلى اللقاء. برنامج برعاية